السلام عليكم يا حبايبي، مساء الخير كده والجمال يا رب كده على الجميع. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ طبعا هنشوف مريان حسين، هي بتحتفل بعيد ميلادها في جو اسري. انا طبعا بحب مريان حسين جدا، ممثله حلوه وجميله، ممثله جميله قوي يا حبايبي. وهنشوف بقى طبعا فيديو لها دلوقتي بتحتفل بعيد ميلادها مع اسرتها، يعني في جو اسري. يا ريت بقى يا حبايبي كده ما تنسوناش في لايكات كتير وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس كده عشان تصلوا كل جديد على قناتي عالم منوعات. واتمنى يا رب كده يا رب تكون القناة بتعجبكم وتنال اعجابكم يا حبايب قلبي. الفيديو هو معانا زي ما احنا شايفين كده، مريم حسين لابسه التيشيرت اورنج ده. اتمنى يا رب الفيديو ده يكون نال اعجابكم. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا ميمة، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بلا حد صورهم وهم في يا رب يا حبايبي الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم يا حبايب قلبي. ما تنسوناش بقى كده في لايكات كتير وشير وسبسكرايب.